فعلا تغيب لأنه يغيب عن المباريات فترة طويلة، وبالتالي المفردات تضيع وتهيم، والشباب لا يضيع بل من يضيع دفاع الهلال، ويسجل الشباب هدفه الأول في المباراة بواسطة كواك تايهي. كواك تايهي يسجل الهدف الأول في المباراة، إذن ينجح الشباب أولا في التسجيل وعملية التسجيل في هذه المباراة. أمر لا يروق لهذا الرجل سامي الجابر أن يسجل أولا الشباب، ومن دقيقتين ونصف مع بداية شوط المباراة الأول ينجح الشباب في عملية التسجيل عن طريق كواك تايهي. 32 سنة لهذا اللاعب المدافع الكوري الجنوبي، أحد نجوم أولسن الفريق المذهل والفائز بلقب آسيا في النسخة الماضية. هو يدخل إلى جانب فريق يخوض منافسات مهمة في بطولة آسيا. هزازي من اخترع الهجمة الماضية، هزازي من أوجد الخطر بالهجمة الماضية بعد أن لعب كرة رأسية عادت مرة ثانية لصالح